بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وفي كمان فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير طبعا على حضرتك والسلامية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس، خصوصا أن احنا بقالنا كذا يوم حاسين بارتفاع في درجات الحرارة من درجتين لثلاثة لحد دلوقتي، فهل احنا متعرضين لمرتفع جوي معين يعني، ولا درجات الحرارة هترجع تاني تقل، خصوصا أن احنا لسه ما زلنا في فصل الخريف؟ بالفعل احنا بنتأثر خلال هذه الأيام بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض مع كتل هوائية ما بين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية، ده اللي بيعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار. درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لها هذا الوقت من العام بحوالي درجة إلى درجتين، العظمى على القاهرة الكبرى بتروح ما بين ال 24 وال 25 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس كمان بنحس بالارتفاع في درجات الحرارة خاصة فترات النهار، يعني بنحس بالأجواء ما بين الأجواء المعتدلة إلى مائلة للحرارة على المناطق الشمالية، أجواء حارة على المناطق الموجودة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار مع سطوع أشعة الشمس. لكن مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ وشكل كبير، بتبدأ درجات الحرارة تنخفض خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية. يعني مع غياب أشعة الشمس فترات الصباح الباكر أو فترات الليل المتأخرة أو فترات الليل عامة بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، عشان كده احنا بنقول مش عاوزين ننخدع فترات الدفء فترة النهار ونغير نوعية ملابسنا بشكل كبير، محافظين على ارتداء الملابس الشتوية على الأقل فترات النهار وفترات الليل، ومعانا جاكيت كمان في فترات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر بنرتديه لو حسينا أكتر بانخفاض درجات الحرارة. بالإضافة كمان إن احنا اليوم بنتأثر بوجود امتداد منخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا، هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية وخاصة السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، هيكون معها فرص سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. الاستقرار في الأحوال الجوية ده متوقع أنه هيكمل معنا على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم بإذن الله، مستمرين في درجات الحرارة ما بين الـ 24 والـ 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى فترة النهار، فترات الليل ما بين الـ 14 والـ 15 درجة مئوية مع تكون الشبورة المائية، وده مهم جدا نحذر منه قائد المركبات والمسافرين على الطرق، لازم ناخد بالنا من تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لأن كثافتها بدأت تزيد وبدأت تأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا بسرعة نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 25 والصغرى 14، العاصمة الإدارية العظمى فيها 25 والصغرى 13، اسكندرية 24-15، العالمين الجديدة 24-15، مطروح 22-13، دمياط 24-15، بورسعيد 24-16، الإسماعيلية 25-14. نروح للسويس، العظمى فيها 25 والصغرى 14، العريش 24-14، كاترين 18-5، طابة 22-15، حلايب 25-19، شلاتين 28-19، شرم الشيخ 24-18، الغردقة 26-14. الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 12، بني سويف 26-11، الوادي الجديد 27-8، أسيوط 26-10، سوهاج 26-9، قنا 27-11، الأقصر 26-13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 27 والصغرى 14. ودي كانت يعني نبذة سريعة عن حالة الطقس النهاردة وإيه اللي احنا هنعيشه خلال الأيام اللي جاية، وكمان درجات الحرارة المتوقعة. ناخد بالنا إن في شبورة على أغلب الطرق خصوصا الساحلية والزراعية، نراعي المسافات بيننا ونلتزم بتعليمات المرورية، ما نخففش هدومنا وما نخدعش بدرجة الحرارة اللي بتبقى عالية في النهار، لأنه بيبقى الصبح بدري أو بالليل متأخر بتبقى درجة الحرارة أقل بكتير، ممكن توصل لست درجات منخفضة عن النهار. نرجع مرة
تانية لأحمد ونرجع لهدير نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمي.